ولما نجي في سوالف وعلوم الرجال وغيرها تلقاها ما شاء الله اولنا. مو بدايما طيب، مو بدايما طبعا. لا لا دايم. ها؟ لا لا دايم. لا مو بدايم. الا دايمين بعد، مو بدايم واحد. لان وين؟ المدير على عيني. شوف على فكره لا تفكر مدير. انك لا تفكر انك لو فزت مثلا بالاعلى مبيعات ان الحصانتين مثلا اللي بتحصل لك هذه انها بتعفيك مثلا من انك اذا تكلمت على المدير ولا كذا انك ما تضرب الباب. لا ماني ضارب الباب لاني عارف مخراجي قبل مدخالي. وزود عليها يا طويل العمر انت يا انت انت مدير على العين والراس لكن لا تعترض قدامي. نعم مدير على العين والراس لك التقدير والاحترام بس انت ابو الحين وصلت استبعاد انت ايه لو استبعاد استبعاد لانه في العقد لما وقعت العقد انتم مطلعين عليه صح انه اي اساءه للاداره او الطاقم او الى اخره فان الاداره حق في انها تنفذ اللي تراه مناسب زين ممكن الاداره اللي تراه مناسب الباب ياسع جمل من راح الله وياه ايش فيك انت ها ما اقصدك انت انا اقصد اللي يعترض اسمع الرجال اسمع الرجال اسمع ناصر شو يقول خليك ورجع خليك صار غلط انت يا الامور لازم انك تبين ولازم انك ترخي فيها فانا ابقى صامل وكان اللي يقول في راسي حب ما ضعط طحن يقدم علي سواء مدير ولا غير مدير ما عدا ابو عبد الله الا ابو عبد الله وين تعال الا ابو سلطان طيب الا ابو عبد الله ابو سلطان بس خلاص هم اثنين بس اللي يا رجال تعال وش ذي انت من سلطان اللي يجي من عبد الله انا صح اللي يجي فليجي انا صح انا اقصد سيف بطيب وسلطان طيب قرار اداري قول له هلا والله اسمع قرار اداري اعزائي المشاهدين خليني اتكلم تسمع تسمع خبر عاجل طيب دقيقه تسمح لي يتجه الان ما اقدر اسكت رجل الان قول له هلا تسمح لي سم تعشر الله يرفع قدرك طيب الخطا الشخص اللي يتمادى في الخطا هذا الغلط لكن الشخص اللي يوقف عن حده ويعتذر هو الشخص انا اسف توهقت انا وانا اسف طيب جل من لا يخطي طالب قرار اداري اسمع انا اسف اصبر يا حلال خليك اسمح لي انت على مكانتك وغراك عندي ادري بس في خطوط حمراء ما تجاوزها ما تجاوزت صح يا شباب انا قلت الا ابو عبد الله الا ابو عبد الله متى قلتها يا مغمزولك الريجي مغمزول من هناك انا صرت تمشي على كلامهم اسمع انا عبد الرماد وين الشخصيه انا اقدم واقدح يوم اللي داري اني معتنزل على جبل اللي هو انت غيرك فلا انت منا وابو سلطان منا حجاجك اللي على الله وين راح هذا الله اللي سخرك لي الله اللي سخرك لي هذه خالصين منها انا ترى اي شيء واي طيبه تجيني هذه طول العمر اشوف انها بعد تسخير الله فانا شويه من ناحيه فانا ما قمت انا هاي طول العمر واقول الكلام طول العمر هياطن على فعل الا يمني داري انك مرتتي لي على جبل قرار اداري وبيان عاجل من القرية الكاريزماوية من مدير تطوير البرامج الأستاذ الإعلامي ناصر الغامدي نعم القرار يقول يستبعد المتسابق سلطان بن ثقل آل بريك الدوسري إذا لمدة 5 دقائق من هذا المجلس ولا نريد أن نرى وجهه لمدة 5 دقائق نظراً لما قدم من تهديدات للإدارة في القرية الكاريزماوية على الأستاذ ناصر الغامدي وعلى الأستاذ تركي الدوسري فهذا ما جنته يده سلطان ما قلت له شيء رحم الله الأستاذ سلطان بن ثقل آل بريك الدوسري إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله نواسي محبيه وأصدقائه أنا سمكة على هذه الصرعة المؤقتة حنا قلنا مت يا بالحلال ما قلنا
يلا سلطان خمس دقائق تروح الهاوس بنكلمك هناك. يلا قم. سريع سلطان يلا نفذ القرار. نفذ القرار. عطنا تو ويندو مع سلطان على بريك من هناك من الهاوس. استبعاد خمس دقائق سلطان. المايك معك في الهاوس تو ويندو بنطلع على الشاشة. ابغى اكلمك من هناك. روح هناك. وش ذا؟ ما ودي اشبه والله. عشان ما نطلع فاصل. شقة الموت. الله يطول عمرنا جميعا.